الشيخ انا اللي كنت انا كنت بكلم حضرتك من شويه على موضوع اليوتيوب ده، بس السؤال ما سالتوش معلش والخط قطع يعني. ايه انت انت المتعيش على ارباح اليوتيوب الاعلانات. اي وانت الذي تريد ان تنصحني، تريد ان تنصحني ان انا اضع اعلانات يا راجل يا مسلم. ايه تفضل. هو الحكايه كلها دي مضحكه، انا من المكفوفين وده المنظر يعني. انت ابتلاك الله بحبيبتيك اعمى يعني. تمام وبتتكسب من اليوتيوب. تمام. والسؤال ان في واحد فلسطيني قال لي ان هو عايز يشتري القناه وانا ما رضيتش، فعرض عليا ان يشتغل معايا ونقسم الارباح سوا. طيب انا كنت عايز اشتري منك ب 3000 وانت ما رضيتش، خلاص خد دي نصهم 1000 ونص وابقى انا عارف شريك ايه اللي انا عملت معاك القناه اللي تمام كده؟ تمام انت راضي. بعد كده هو طلب مني البريد الالكتروني وكلمه السر بتاعه القناه عشان يخش عليها ويبقى هو زيه وزي بالظبط. طيب وبعدين طرد. نعم طردك يعني في النهايه. المهم بقى زيك. يعني ضحك عليك يعني في النهاية. في النهاية ضحك عليا وخد القناة هو. تمام. ايوه ضحك الحمد لله اللي كفاك شرها. لا ما انا رجعها لسه السؤال اهو. بعد كده ربنا اعاني وقدرت ان انا ارجع القناة مرة ثانية وخدته. بس طيب. دلوقتي كده هو اللي بقى لي 1000 ونص عندي، بس هو دلوقتي يعني هو غدر بك فمن ثم انت تعاقبه برجوف كلامك. انا حاولت ربنا اكرمني وقدرت ارجعها، هو سرقها خلاص ما اقدرش اعمل فيها حاجه، مش اعاقبه ولا حاجه، انا بتعاكس بس. هو ما قاليش انه هياخدها، هو قال لي انا هشتغل معاك فيها بس. طيب المهم خدعك فخدعته ورجعت الحقوق لاهلها. ما خدعتهوش انا رجعتها ده حقي يعني. طيب السؤال هو ده السؤال، السؤال ان هو دلوقتي المفروض انه ليه 1000 ونص عندي. عاقبه ما فيش. ادفعهم له لا لا ولا ده حقي ولا اعمل ايه؟ لا ما تدفعهمش له. لا تدفعهم له. نغادر